وللحديث عن الإهمال المستمر لجرح التظاهرات في العراق وإخلاف حكومة الكاظمي لوعودها بعلاجهم مع إطلاق الحملات الدعائية للانتخابات القادمة، معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط. أهلا بك معنا سيد محمد. أهلا بك أخي العزيز ومشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد محمد. عندما يتهم الناشطون الكاظمي بإخلاف وعوده الخاصة بمعالجة جرحى التظاهرات، ابتداء هل الناشطون والمتظاهرون حقيقة نظروا إلى هذه الوعود على محمل الجد؟ أخي العزيز، أولا علينا ألا نفرق بين الحكومة وبين البرلمان، بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وأنا كنت أتابع تقرير قناتكم حقيقة. أولا هذه قضية جدا مهمة، لأن الحكومة جاءت من هذه الكتل والأحزاب الفاشلة والفاسدة، وهذه معروفة لنا هنا في الناصرية وفي كل المحافظات العراقية. هذا جانب. الجانب الآخر، الكاظمي منذ تسلمه السلطة، منذ تسلمه السلطة ولحد الآن ووعوده، ولا زالت الوعود حقيقة حبر على ورق، لم تنفذ شيء، لا لقتلة المتظاهرين ولا للجرحى ولا في أي قضية تخص التظاهرات. نحن خرجنا على ساحات التظاهر وعزمنا وتوكلنا على الله، ولكن الحقيقة لم نرى من الكاظمي سوى الوعود والاستعراضات، يلتقي بالجرحى ويلتقي ببعض المتظاهرين الذين يحسبون على تسليم. نحن لا نلتقي بالكاظمي ولا بحكومة الكاظمي ولا حتى نعترف بها. نحن عندما خرجنا كما خرجنا ضد حكومة عادل عبد المهدي والحكومات السابقة، خرجنا أيضا ضد حكومة الكاظمي، على الرغم من بعض العناصر الحقيقة التي تسمي نفسها بأنهم ناشطين مدنيين يقولون بأن هذا، أو الأحزاب أيضا يسمون بأن هذه الحكومة قد جاءت من رحم التظاهرات، ونحن نقول لهم لا، هذه الحكومة حكومة السائرون والفتح، ولا علاقة لنا بهذه الحكومة. لذلك الجرحى لا زالوا يعانون، لدينا الآلاف من الجرحى، وهناك أيضا لديهم عوق تام. هنا في الناصرية لدينا العشرات من حالات العوق التام الذين أصيبوا على يد المجرم جميل الشمري في حادثة جسر الزيتون في تظاهرات تشرين. بالإضافة إلى هذا يا أخي العزيز، نحن عندما نستمع إلى هذه الاستعراضات وهؤلاء السياسيين وهم يتحدثون عن تشرين ويتحدثون عن الجرحى ويتحدثون، هو أولا من رفع السلاح ضد أبناء تشرين؟ وأبناء تشرين هم أبناء العراق الحقيقيين الذين يدافعون عن وطنهم، هذه هي الحقيقة ضد هذه الكتل والأحزاب. والمشكلة يا أخي العزيز بأن هذه الكتل والأحزاب التي تريد أن تتقرب قدر الإمكان وتسمي نفسها بأنها تحمي البلد أو تحمي المتظاهرين، الحقيقة هي من تقوم بقتل المتظاهرين. إذن هذه الوعود الذي يطلقها الكاظمي في أي إطار تضعها؟ وعود كاذبة، وعود لا معنى لها، وعود لم ينفذ منها أي شيء. نحن هنا في الناصرية لم نشاهد، وأيضا إخواننا في كل مكان، أين مجرد وعود؟ أنا قلت لك بأنها هي حبر على ورق. وعود الكاظمي، الكاظمي ليس صاحب قرار يا أخي العزيز، الكاظمي قرار ليس بيده، الكاظمي مسير من قبل هذه الكتل والأحزاب، والذي يقول بأن حكومة الكاظمي تستطيع أن تقرر بعيدا عن هذه الكتل، بعيدا عن العامري وعن مفرد الصدر وعن غيره، هذا واهم. نحن نعرف ماذا يجري وكيف جاءت هذه الحكومة. لذلك الكاظمي ما هو إلا ورقة بيد هذه الكتل والأحزاب، الكاظمي ما هو إلا أداة لتنفيذ رغبات و متطلبات وفساد هذه الكتل والأحزاب. الكاظمي وضع في وجه هذه الحكومة للتغطية لكونه الشخصية الضعيفة أو الضعيفة جدا، وضعت في المقدمة. لذلك يا أخي القتل هو قتل، ولا زالوا الجرحى يعانونها في الناصرية وفي أغلب المحافظات العراقية، ولا زلنا أيضا وعوائل الشهداء لا زالت تتظاهر في ساحة الحبوبي وترفع صور شهداء في كل مكان. إذا حكومة الكاظمي هي شريك أساسي بكل ما يجري. أما البرلمان الذي رفض هذا القرار كما يدعي الكاظمي، هو الكاظمي من أين جاء حتى يقول بأن البرلمان والحكومة شريكة بما يجري للمتظاهرين ولما يجري للشعب العراقي، وهم كلهم وهم الأدوات لجهات خارجية بما في ذلك وتقدم ذلك الحكومة الإيرانية. نعم سيد محمد، هناك من يرى أن الكاظمي أطلق هذه الوعود لامتصاص غضب الشارع عند الحراك الشعبي وقد نجح في تلك الفترة، كيف ترى ذلك وكيف ترد على أصحاب هذا الرأي؟ أخي العزيز، أولا بالنسبة لحكومة الكاظمي، الحقيقة في البداية كانت هناك بعض المتظاهرين
تحدثوا معنا كثيرا وطلبوا من عندنا طلبوا منا ان نعطي فرصه للكاظمي، ونحن رفضنا. مع هذا كان هناك ايضا بعض الفتوى، وهذه حقيقه يجب ان اقولها حتى يستمع لها مشاهديكم الكرام. نقول في البدايه نعم، اما الان فلا تغيير في حكومه البين الكاظمي وحكومه عادل عبد المهدي، وهذه الوعود التي جاءت ما هي الا وعود باطله. نحن الحقيقه نقولها علنا وليسمع الكاظمي وكل القتلى والاحزاب، لدينا موعد ثابت وهو يوم 11، وهذه التظاهرات ستنطلق ولدينا تنسيق عالي. وبالامس انا اكتب من محافظه بغداد في التنسيق مع وليسمع الجميع، وانا اتحدث عن الناصريه، نقول لدينا تظاهرات عارمه وسنعيد تشرين الى وضعها الاعتيادي في يوم 11 قبل الانتخابات بايام، وهذا موقفنا الرافض للعمليه السياسيه ولهذه الاحزاب ولهذه الكتل الفاسده التي قتلت العراقيين وسرقت مال العراقيين. موقفنا ثابت، تظاهراتنا مستمره. الكاظمي الحقيقه يوما بعد اخر تم كسر كل اوراقه، ونحن في غنى عن حكومه الكاظمي ولا نحتاج حكومه نعم. الكاظمي ولا غير الكاظمي. في هذا السياق سيد محمد، إلى أي مدى ترى أن الشارع العراقي أصبح الآن واعيا فعلا إلى أن التغيير لن يأتي عبر هذه العملية السياسية التي تتهم بالالتفاف كما تحدثنا على مطالب ثورة تشرين؟ الحقيقة أخي الشعب العراقي واعي جدا، ما عدا الجهات التي مستفيدة من هذه الكتل والأحزاب. كل العراقيين بنسبة عالية تصل إلى حد 85%، وخير إذا كانت في عام 2018 الانتخابات لم تصل إلى نسبة ال 13 أو 15%، فأعتقد بأن هذه الانتخابات لا تصل حتى إلى 10%، وهذا رأي أتمنى أن يثبت في قراراتكم، وهذا على مسؤوليتي أنا كناشط مدني كمتظاهر في الناصرية، رغم كل الوسائل التي يحاولون إعطاء بأن هذه الفرصة الأخيرة أمام العراقيين، لا، فرصتنا الحقيقية هي بإسقاط هذه المنظومة السياسية، فرصتنا الحقيقية بإعادة بلدنا إلى ما كان عليه، فرصتنا الحقيقية عندما نقوم بإسقاط كل هذه الكتل والأحزاب، ولدينا العزيمة والإصرار على إسقاطها، ولن نتراجع على هذا الموقف. أما النسبة، أحب أن أوضح قضية أخرى، أما النسبة التي في هذه الانتخابات سوف يعرفون، ونحن أعلننا ونثقف على هذه المقاطعة لكي يعرفون جيدا حجمهم الحقيقي من أبناء الشعب العراقي. هذه الكتلة الآن محصورة، هذه الكتل والأحزاب عفوا محصورة في زاوية، والشعب العراقي سوف يفضحهم من خلال مقاطعته الواضحة والعلنية والصريحة بهذه المهزلة التي تسمى انتخابات، لإعطائهم مزيد من الشرعية والتشبث بالسلطة، حتى يقولون للعراق للعالم بأننا الشعب خرج وقال بالانتخاب. نحن لن نشارك في الانتخابات، وهذا موقفنا الثابت هنا في الناصرية مع أخوان المتظاهرين في ساحة الحبوبي، ولن نتراجع. هدفنا الأول والأخير هو إسقاط هذه المنظومة السياسية، لا تفاوض ولا تنازل ولا تراجع ولا سكوت أيضا لحين إسقاط هذه المنظومة السياسية بالكامل. نعم، إذن كنت معنا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط، شكرا جزيلا لك.